وللمزيد حول تحذيرات منظمة أطباء بلا حدود من تزايد خطر تفشي متحور أوميكرون في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك معنا دكتور عرفان. حياك الله، تحياتي لك أخي العزيز ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور عرفان. منظمة أطباء بلا حدود حذرت من تزايد خطر تفشي المتحور أوميكرون في العراق، بداية ما الذي دفع المنظمة لإطلاق مثل هذا التحذير؟ سمعت تقريركم لما قلتوا أنه زيادة عدد الحالات بالعراق، والعراق يعتبر البلد رقم واحد عالمياً، رقم واحد عربياً حقيقة، ورقم 28 عالمياً، يجي بعد الأردن اللي هو بالمرتبة 40 عالميا. يعني تلاحظ الفرق ما بين العراق والأردن، اللي هو هذا الزيادة اللي قاعد تحصل في عدد الحالات وعدم الإعلان عنها هي حالة مقلقة. العالم الآن يتجه إلى نهاية هذه الأزمة، ولكننا في العراق ولازلنا نعاني من مشكلة تفشي الإصابة بهذا الوباء، وخصوصا متغير أوميكرون. المشكلة الآن اللي قاعد تصير واللي قاعد تواجه كل الفئات العمرية، إنه هاي الإصابة هي إصابة ما تعرف يعني شخص كبير بالعمر أو صغير بالعمر، شفنا حتى أطفال أصيبوا بهذا المتغير. المشكلة هي إنه منظمة أطباء بلا حدود هي إحدى المنظمات التي لها اطلاع كامل ووافي بالواقع الصحي داخل العراق. منظمة غير حكومية، غير مسؤول، ما مسؤولة عنها أي مؤسسة حكومية، ولهذا هي على اتصال أو على تماس مباشر مع ما يحصل من الواقع الصحي داخل العراق، الواقع الصحي المتردي حقيقة داخل البلد. وهذا هو هذا اللي يدفعهم إلى أنه حقيقة يعلنون أنه التفشي الوباء في داخل العراق هو لا يزال، لا يوجد هنالك مراعاة لقواعد السلامة والأمان بين المواطنين عاديين. المشكلة أنه المتلقين للقاح هم قليلين جدا، وهاي إحدى المشاكل اللي لحنا عليها سابقا، قلنا لازم واحد يأخذ اللقاح لأسباب كثيرة، لأنه هذا يمنع حصول المضاعفات التي ممكن أن تحصل لأي مصاب، وبالتالي راح تقلل من التأثير على المؤسسات الصحية داخل البلد. عدم إقبال يعني العراقيين على أخذ اللقاحات إلى ماذا يرجع؟ إلى عدم ثقتهم بالحكومة أم إلى قلة وعي أم إلى ماذا بالضبط؟ النظام الصحي في كل بلد أخي العزيز يحتاج إلى شغلتين: الصحة، وزارة الصحة، وما تقرره من من لوائح، يعني لوائح وإرشادات، والوعي الصحي داخل المواطن من خلال المواطن. المواطن شاف هنالك فساد في تلقي اللقاحات، قال لك هذا اللقاح انا ما شكو ماخذه، اذا اقدر اروح اشتريه، مثلا اشتري الكارت مالت اللقاح بانه انا اقول انا ملقح وانتهى الموضوع وما عندي اي مشكله. لكن ما صار هنالك ضغط من وزاره الصحه على اعطاء اللقاحات، على اهميه اللقاح، لم يكن هنالك اي ضغط. وسائل خزن اللقاح غير صحيحه وغير في بعض الاماكن، لا اقول في كل الاماكن، لكن في بعض الاماكن وسائل خزن اللقاح ليست صحيحه. عمليه علاج المصاب بكوفيد، في مرض كوفيد، العمليه مالته في بعض الاماكن في العراق في بعض المستشفيات تفتقر الى اللوائح والإرشادات العالمية. يعني هنالك مثلا خطورة في إعطاء كمية عالية من الأكسجين لهؤلاء المرضى، لكن لاحظ في بعض الناس لما كانوا يعالجون مرضاهم في البيوت بسبب عدم ثقتهم بالمستشفيات كانوا يعطوهم درجة يعني نسبة عالية من الأكسجين، وهي سببت خطورة، سببت مشاكل
لهؤلاء المرضى. إذا هنالك عدم ثقة، هذه الثقة عدم ثقة ولربما أيضا عدم أمان. يعني شهدنا على ما نذكر حرائق المستشفيات مثل مشفى الحسين ومشفى الخطيب. بالتأكيد أتذكر في سنة من السنوات في أيام الحصار اشتغلنا، لما كنت أشتغل في وزارة الصحة لقحنا جميع أطفال العراق لقاح شلل الأطفال، رحنا بيت بيت نلقحهم. أنا واحد من الناس اللي سقت بسيارتي ورحت في كل بيوت المناطق والقصبات والقرى وحتى النواحي، بيت بيت لقحناهم. هذا ينطي يعني المواطن لما يشوف الحكومة مهتمة بهاي الطريقة راح يوافق على علما انه كان هناك حصار، يعني كما ذكرت مع العلم كان حصار ايام وقت الحصار. طيب نعم. ما تبعات، هل هناك تبعات من تصنيف العراق الاول عربيا باعداد الاصابات؟ يعني الان بريطانيا مثلا هنالك موضوع مثلا اللي يسافرون للعراق يجب ان يسوون الفحوصات ويجب ان يسوون الكورنتينا والحجر. التبعات هذه تبعات خطيره، يعني هل سيتعامل العراق مع دول العالم المتقدم؟ أنا ما أقول الدول العالم الأخرى، يعني هذا راح تحدد من النشاط التجاري، راح تحدد من النشاطات العلمية، راح تحدد أيضا من مستوى تطور البلد. إذا إحنا بحاجة ماسة إلى التطور، العراق اللي كان يمتلك مستشفيات رائعة وهذه المستشفيات تردت أحوالها في الفترة الأخيرة، الآن بحاجة إلى إعادة بناء لهذه المستشفيات. هذه الدول لا تستطيع أن تستقبل وفود عراقية الآن لأن يعني عدم ثقتهم بهؤلاء بالموجودين. هل سيتم؟ هل هم فعلاً ملقحين أم لا بعد ما سمعوا بالكوارث اللي صارت بعدم تلقي اللقاحات؟ كأنهم قادمين من منطقة موبوءة بجميع الأحوال. موبوءة. إذن نعم. كنت نعم. ضيفنا عبر سكايب من لندن، أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لك.